خلونا كده نستعرض مع بعض أخبار حصلت امبارح، وأبرزها كان أنه رئيس الوزراء التقى الرئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج ورئيس شركتي تيدا وينخوا بيفار جروب. كمان رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكمان شارك في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة. تفاصيل أكتر هنستعرضها مع حضراتكم في سياق العرض التالي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهي جين الرئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج CSG القابضة لصناعة زجاج الخلايا الشمسية والوفد المرافق له، وده على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي بتستضيفه بكين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مشروعي الشركة، وهما مشروع صناعة الزجاج الكهروضوئي المستخدم في الألواح الشمسية ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات. وأكد أن ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بيمثل أولوية للحكومة المصرية حتى 2030، مؤكداً أن مشروعات الشركة سوف يتم منحها جميع الحوافز اللازمة والخدمات اللوجستية المطلوبة. امبارح أيضاً وعلى هامش حضور قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم توقيع عدد من التعاقدات تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشو دي فو رئيس شركة تيدا القابضة بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خلال المقابلة أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لجذب الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة للمنطقة الصناعية الخاصة بتيدا زي صناعة السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع استعداد الحكومة لمنحها الحوافز اللازمة في هذا الشأن. وفي اجتماع آخر نوه رئيس المنطقة الاقتصادية لحرص رئيس مجلس الوزراء على مقابلة ممثلي شركة يانخوا بيفار جروب للكيماويات اللي شملتها التعاقدات اللي جرى توقيعها اليوم على هامش المنتدى في إطار الاهتمام بدعم استثماراتها في مصر. امبارح أيضاً شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الصينية بكين على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي مراسم توقيع عقد مشروع شركة تشاندونغ تيان إن للكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللي بيستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر اللي بيتم هدرها وتصريفها في البحر. وخلال حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، كما شهد توقيع عقود عدد من المشروعات اللي هتقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن التعاقدات اللي تم توقيعها بإجمالي استثمارات تتخطى 1.67 مليار دولار، بتتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم اللي بيتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي اللي تم توقيعه، وهو ما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلاً عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، مضيفاً ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3000 فرصة عمل مباشرة.